الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهر والباطن. توفيق الله عز وجل، نستمر في قراءتنا لكتاب التنبيهات السنية على العقيدة الواسطي للشيخ عبد العزيز الرشيد رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. ونحن في ليلة الأربعاء، نحن في ليلة الأربعاء الأول من محرم لعام 45 و400 ألف، الموافق 19 من الشهر السابع لعام 23 و2000. وقد فرغنا من قراءة ما تعلق بأسماء الله وصفاته من الآيات والأحاديث، ثم انتقل الشيخ الإسلام ابن تيمية فقال: بل هم وسط، أي أهل السنة. نعم، تفضل. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال رحمه الله تعالى: بل هم الوسط في فرق الأمة، كما أن الأمة هي الوسط في الأمم، فهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية وبين أهل التمثيل المشبهة. طيب، هم وسط يعني أهل السنة، الفرقة الناجية المنصورة وسط، والوسطية هنا معناها الاعتدال، وليس بالضرورة كل أمرين بينهم وسط. فمثلا الصدق والكذب، ما الوسط بينهما؟ الصدق والكذب، لا وسط بينهما. الأمانة والخيانة، لا وسط بينهما. فما كان وسطا المقصود به إيش؟ المعتدل. والله قال جل وعلا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، يعني أمة معتدلة. فكما أن أمة الإسلام أمة معتدلة بين الأمم، بين اليهود والنصارى في مسائل، فمثلا اليهود يقتلون الأنبياء والنصارى يعبدون عيسى بن مريم. اليهود يقولون عيسى بن مريم ابن بغي وقتلناه وصلبناه، والنصارى يعبدونه يقول هو ابن الله. شوف، والمسلمون ماذا قالوا في عيسى مريم؟ عبد الله ورسوله. فهم وسط بين الغالي والجافي. كذلك أهل السنة والجماعة وسط معتدلين بين الفرق، في باب الأسماء والصفات، في باب الإيمان، في باب القدر، في باب الموقف من الصحابة، مسائل الاعتقاد. تجد أهل السنة ليسوا مع هؤلاء المحرفين ولا مع هؤلاء المحرفين، كما نحو ما سيبين الآن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فبدأ فقال: فهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل. ما معنى التعطيل؟ الذين ينفون صفات الله عز وجل، وأشهرهم وأقبحهم الجهمية، اتباع جهم صفوان. فهؤلاء عندهم الله عز وجل مسلوب الصفات، لا سميع ولا بصير ولا عليم ولا فوق العالم ولا أسفل العالم ولا داخله ولا خارجه ولا يمينه ولا شماله ولا قدام ولا خلف. كل شيء إيش؟ نفي نفي نفي، حتى عطلوا الله عز وجل عن صفات الكمال والجلال. عطلوا يعني في قلوبهم، الله جل وعلا له صفات الكمال والجلال، لكنهم في عقائدهم وأقوالهم الله جل وعلا لا صفات له. وهؤلاء يعبدون عدما، الإله اللي في أذانهم يعبدونه هذا شيء معدوم. وبين أهل التمثيل اللي تجاوز يسمون أهل التشبيه، تمثيل أحسن، فهؤلاء غلوا في إثبات صفات الله عز وجل حتى جعلوا كالمخلوق، كما قالت اليهود بأن الله خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم تعب فاستراح في اليوم السابع، أو أنه اتخذ ولدا، هذا مثل المخلوق الذي اتخذ ولدا، أو أنه يبدو له أشياء كان لا يعلمها، هذا مخلوق. فالذين عطلوا صفات الله عز وجل هؤلاء معطلة جهمية، والذين مثلوا صفات الله عز وجل بالمخلوقون هؤلاء ممثلة، أبرزهم اليهود. ولكن هنا في كلمة جميلة ابن القيم يقول أن كل المعطلة، كل معطل ممثل، معنى إيش؟ تمثيل على طرف نقيض مع تعطيل. لكن يقول لا، أيضا في الحقيقة أن كل معطل ممثل، وكل ممثل
معطل. إذن كل منهم جمع بين ماذا وماذا؟ بين التمثيل والتعطيل، المعطلة والممثلة. المعطلة واضح، هذا عندهم تعطيل. أين التمثيل؟ أين التمثيل؟ مثل الله عز وجل الكامل بالناقص الذي ليس له صفات. وأيضا ماذا فعلوا؟ هم ما عطلوا إلا أولا مثلوا، رأوا أنهم لو أثبتوا صفات الله عز وجل هذا صار مثل مخلوق، له عينان ويسمع ويبصر ويغضب ويسخط ويرضى ويفرح بتوبة العبد، لكن إنسان. فوقع في قلوبهم ماذا؟ التمثيل، ففروا من التمثيل فوقعوا في التعطيل، فصدق عليهم أنهم ماذا؟ أنهم مثلوا أولا وعطلوا ثانيا. واضح هذا صح؟ وأما الممثلة فهم معطل أيضا، عطلوا الله عز وجل عن صفات الكمال التي تليق به فجعلوه كالمخلوق. أيضا عطلوا النصوص الدالة على نفي التمثيل، ما يعملونها، ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا أحد، لا يؤمن به. هل تعلم له سمية؟ لا يؤمن به. فلا تجعل لها أندادا؟ لا يؤمن به. تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، هم يسوون برب العالمين، لا يعملون بالنصوص التي تنفي مماثلة الله عز وجل للمخلوقين. فهم أيضا تعطيلهم لهذه النصوص هو تعطيل، وإن كانوا ممثلة لكن عطلوا الله جل وعلا صفات الكمال فجعلوا كصفات المخلوقين، وعطلوا النصوص الآيات الدالة على نفي التمثيل، عطلوها ما أعملوها فوقعوا في التمثيل. وهذا من أبطل الباطل ومن الكفر بالله العظيم، التعطيل والتمثيل. طيب وأهل السنة وسط ماذا فعلوا؟ آمنوا بصفات الله عز وجل بكل ما وصف الله جل وعلا به نفسه في كتابه، ووصفه رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، لا ينكرون شيء من ذلك، لا يعطون الله عز وجل عن صفة وصف الله جل وعلا بها نفسه أو وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لماذا؟ لأن الله عز وجل أعلم بنفسه من خلقه. أيصف الله نفسه بصفة فيتجرى أحد ويقول لا رب أنت لست كذلك؟ ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى، ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، فناسب بل وجب علينا وعلى كل مكلف أن يؤمن بلا تعطيل بما وصف الله جل وعلا به نفسه في كتابه ووصفه الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته. ومن غير تمثيل إثباتهم، من غير تعطيل ومن غير تمثيل، لأنهم مع إيمانهم بإثبات هذه الصفات نزه الله عز وجل أن يكون مماثلا لأحد من خلقه. فالله قلنا مرارا لا يماثل أحدا من خلقه ولا يماثله أحد من خلقه. الله جل وعلا لا يماثل أحدا من خلقه ولا يماثله أحد من خلقه. بينما فرق فرحان، الله عز وجل لا يماثل أحدا، لا الإنس ولا الجن ولا البشر، لا يماثل أحدا. والله عز وجل لا يماثله أحد من المخلوقين، لا يماثل. ما في مخلوق صفته تبلغ أن تكون كصفة الله عز وجل. الله عز وجل ليس كالمخلوقين، والمخلوقون ليسوا إيش مثل الله. هذا وهذا أيهما المحظور؟ أن يمثل الخالق بالمخلوق ولا أن يمثل المخلوق بالخالق؟ كلاهما محظور. والله عز وجل في قوله ليس كمثل شيء نفى هذا وهذا. فمثلا ناصر الذي يقول لأئمة الاثنى عشر يعلمون الغيب، ماذا فعل هذا؟ مثل من بمن؟ المخلوق بالخالق. فالذي يعلم الغيب من؟ الله عز وجل. فإذا قال فلان يعلم الغيب ماذا فعل؟ مثل المخلوق الخالق. والذي يقول إن الله عز وجل خلق السماوات والأرض في ستة أيام وتعب فاستراح، مثل الله بالمخلوق ولا مثل المخلوق بالخالق؟ عبد العزيز، مثل الخالق القوي ذو القوة المتين الذي على كل شيء قدير الذي لا يعجز شيء في الأرض والسماء، جعله كالمخلوق الذي يتعب. فالله عز وجل نؤمن بما له من الصفات الكمال والجلال كما دل عليه كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم مع نفي التمثيل.
كل أهل البدع المعطلة سبب تعطيلهم اعتقادهم التمثيل، فيقول ها إذا أثبت صفات الله كأنه مخلوق، فيهرب من التمثيل فيقع في التعطيل. إما أن يقع في التعطيل الصريح يقول الله لا سميع ولا بصير ولا عليم كتعطيل الجهمية، وإما أن يقع في التعطيل عن طريق التحريف، فالنتيجة بعد التحريف الله جل وعلا لا يتصف بهذه الصفة، فيقول مثلا يد الله معناها قدرته، يعني ما له يد، والرحمن على العرش استوى، استوى يعني استولى، يعني لم يستوى على العرش، وجاء ربك يعني جاء ملك من ملائكة ربك، يعني الله ما يجيء، وينزل ربنا السماء الدنيا يعني تنزل رحمته، يعني ربنا ما ينزل. إذن هم ماذا فعلوا؟ عن طريق التحريف وقعوا فيه في التعطيل، فصار هنا التعطيل تعطيلان، إما تعطيل صريح كتعطيل من الجهمية، أو تعطيل عن طريق التحريف واللي يسمونه تأويل كتعطيل الأشاعرة. وكل منهم سواء معطل جهمي أو معطل أشعري أو ماتريدي أو معتزلي ما عطلوا إلا بعدما مثلوا، ففروا من التمثيل فوقعوا في التعطيل، كالمستجير من النار من الرمضاء في النار، واحد كان حافيا فوقف على رمال حارة رمضاء فر منها، ماذا فعل؟ ها وقع في النار، ففر من شر وقع في شر، نسأل الله العافية. والواجب الإثبات والإيمان لا التعطيل مع نفي التمثيل، واضح؟ طيب، قال الشيخ الإسلام، قال الشاعر رحمه الله تعالى، قال الشاعر رحمه الله: قوله وسط يأتي بمعنى التوسط بين الشيئين، ويأتي بمعنى العدل خيار، فأهل السنة وسط أي عدول خيار المعتدلين بين الطرفين المنحرفين في جميع أمورهم، وفي الحديث خير الأمور أوساطها. نعم. قال علي بن رضي الله عنه: خير الناس النمط الأوسط الذي يرجع إليهم الغالب. هذا ما يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، خير الأمور أوسطها لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، قول مأثور، بعضهم يوقف على عمرو بن الحارث، وأيضا ما يصح عنه منقطع. طيب، قال علي رضي الله عنه، قال علي رضي الله عنه: خير الناس النمط الأوسط الذي يرجع إليهم الغالي ويلحق بهم التالي. ذكره ابن المبارك عن محمد بن طلحة عن علي: قد مدح الله أهل التوسط بين الطرفين المنحرفين والمنحرفين، ونهى الله عن الإفراط والتفريط والغلو والتقصير في غير موضع من كتابه. قال تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. من جعل يده إلى عنقه مغلولة يعني هذا بخيل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إياكم والشح، ومن بسط كل البسط هذا إيش؟ مسرف. والله جل وعلا يقول: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قوام. نعم. وقال تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وقال بعض السلف: دين الله بين المغالي فيه والمجافي عنه. نعم. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. أخرجه النسائي وابن ماجه وصححه ابن خزيمة وابن حبان وصححه الحاكم. ما معنى الغلو؟ هو كمل. قال: والغلو هو المبالغة في الشيء والتشديد فيه بتجاوز الحد. قال الشاعر: ولا تغلو في شيء من الأمر واقتصد، كلا طرفي قصد الأمور ذميم. وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون، قالها ثلاثا. نعم. قال ابن القيم رحمه الله: ومن كيد عدو الله إبليس أن يشم قلب العبد. إبليس يشم قلب العبد، شوفوا ايش ميوله، يعني ليس بالضرورة مثل الخوارج عندهم شدة حتى يكفر المسلم ارتكابه المعصية وحتى يستبعون دمه فيقتل من شدتهم، هؤلاء مذمومون أو محمودون؟ ها مذمومون. شوف، وهناك من يتساهل إن الله غفور رحيم فيفعل ويصرف من المعاصي كأن لن يحاسبه الله عز وجل، هذا مذموم وهذا مذموم، فاستقامة بلا إفراط ولا تفريط.
بلا إفراط ولا تفريط. نعم. قال: فإن رأى عنده قوة إقدام وعلو همة قلل عنده المأمور وأوهمه أنه لا يكفي وأنه يحتاج معه إلى مبالغة، وإن رأى الغالب عنده الانكفاء. يعني إبليس إذا رأى شخصا ما عنده همة وعنده اندفاع وعنده حماس زاد فيه حتى يخرجه عن قدر الاعتدال وعن الاستقامة. نعم. قال: وإن رأى الغالب عنده الانكفاف والإحجام ثبته عن المأمور وثقله عليه حتى يتركه أو بعضه. نعم، هم ربما يراه يعني عنه كفاف وإحجام وحب العزلة، ربما وسوس له أنه لا تصلي جمعة ولا جماعة، لا تحتك بالناس، الناس ما وراها إلا الأذى، ها أوقعه في معاصي كبيرة، يترك الجمعة والجماعات، يترك الجهاد في سبيل الله، يترك الأمر المعروف عن المنكر، لأنه إيش دخل عليه بهذا الباب. نعم. كما قال بعضهم: ما أمر الله بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان، إما إلى إفراط وتقصير، وإما إلى مجاوزة وغلو. ولا يبالي بأيهما ظفر، وقد اقتطع أكثر الناس إلا القليل في هذين الواديين. انتهى كلامه. نعم. قوله: كما أن الأمة هي الوسط في الأمم، قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي عدلا خيارا لتوسطها بين الطرفين المذمومين، فلم يغلوا غلو النصارى ولم يقصروا كتقصير اليهود، ولكنهم أهل وسط واعتدال، فهم معتدلون في باب توحيد الله، إذ كان اليهود يصفون الله بالنقائص ويشبهونه بالمخلوق، كما أخبر الله عنهم أنهم قالوا إن الله فقير ونفى عن نفسه اللغوب الذي وصفوه به، والنصارى يصفون المخلوق بصفات الخالق التي اختص بها. كيف لغوب؟ قالوا إيش؟ أنه خلق السماوات والأرض في 6 أيام فتعب فاستراح في اليوم السابع، فرد الله عليهم وقال: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب. حتى ما قال ما مسنا لغوب، قال من لغوب، من هنا صلة للتوكيد، يعني ما مس الله عز وجل، هي في سياق ما النفي، ما مس الله أي نوع من التعب ولا أي نسبة لكمال علمه وقدرته، من أين يأتيه العجز والتعب؟ وقالوا أيضا إن الله فقير، وقالوا يد الله مغلولة، هذا ما قالوا في حق الله عز وجل. نعم. قال: ونفى عن نفسه اللغوب الذي وصفه به، والنصارى يصفون المخلوق بصفات الخالق التي اختص بها، فلا يشركه فيها غيره كالإلهية وغيرها، وقالوا بأن المسيح هو الله، وقالوا ابن الله وثالث ثلاثة. نعم. وأما محمد، منهم من يقول المسيح هو الله، منهم يقول هو ابن الله، ومن يقول إيش ثالث ثلاثة، ويسمون الله عز وجل الأب وعيسى الابن وروح القدس الثالث، فيقوم ثلاث أشياء في شيء واحد، ثلاث ذوات في ذات واحدة. شوف، ويقول أن الإله والإنسان لو عز مريم قد اتحد، فالذات هذه الذات فيها جزء أو جانب إلهي وجانب إنساني، فيسمون الجانب الإلهي ماذا؟ لاهوت، والجانب الإنساني ماذا يسمونه؟ ناسوت. فيقول الله عز وجل ها بينه وبين عيسى امتزاج، وهو وجهان كالكتاب مثلا، له وجه وله قفا، الله عندهم كذلك له وجه هو إله وله وجه إنسان، هذا كله إيش من الباطل من الكفر بالله تبارك وتعالى. نعم. قال: وأمة محمد وسط صلى الله عليه وسلم، وسط يعبدون الله سبحانه وتعالى ويصفونه بما وصف به نفسه وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. فوصفوه بصفات الكمال ونزهوه عن صفات النقص والعيب، وكذلك في النبوات، فاليهود تقتل الأنبياء وتستكبر على أتباعهم، والنصارى يجعلون من ليس بنبي ولا رسول نبيا ورسولا، وهذه الأمة تؤمن بجميع أنبياء الله ورسوله. نعم. قال: وأما الشرائع فاليهود منعوا
الخالق أن يبعث رسولا لغير شريعة الرسول الأول، والنصارى جوزوا لأحبارهم أن يغيروا من الشرائع ما بعث الله به رسله، وكذلك في العبادات النصارى يعبدونه ببدع ما أنزل الله بها من سلطان، واليهود معرضون عن العبادات، والمسلمون عبدوه بما شرع ولم يعبدوه بالبدع. الله أكبر. نعم. قال: وكذلك في حق الأنبياء عليهم السلام، فلم يغلوا فيهم كما غلت النصارى في المسيح، ولا جفوهم كما جفت فيهم اليهود، فالنصارى عبدوهم واليهود قتلوهم وكذبوهم، والأمة الوسطى هي هذه الأمة، آمنوا بهم وعزروهم ونصروهم، فهذه الأمة أفضل الأمم على الإطلاق. قال الله سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، وقال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا الآية. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أنتم توفون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله. وأما قوله سبحانه وتعالى في بني إسرائيل: وفضلناهم على العالمين، فالمراد أنه سبحانه فضلهم على عالم زمانهم كشعب بختنصر وغيرهم. طيب، هنا يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنتم توفون 70 أمة، يعني في أمم كم السابقة؟ 69، وفاها 70 أمة محمد صلى الله عليه وسلم. توفون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها، اللهم لك الحمد. وذاك يفرح المسلم ويعتز أنه إيش؟ مسلم، جعل الله مسلما من خير الأمم أتباع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال: وأكرمها على الله. حتى أهل الجنة كم صف أهل الجنة؟ 120 صفا، 80 صفا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. شوف الفضل من الله عز وجل على هذه الأمة. والنبي صلى الله عليه وسلم خير بين أن تكون أمة شطر أهل الجنة وبين الشفاعة، فاختار الشفاعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يشفع لأمته، حتى المقصر منهم ما دام يشهد أن لا إله إلا الله يرجى له أن يشفع له نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يقول هنا: وأما قوله سبحانه وتعالى في بني إسرائيل: وفضلكم على العالمين، هذا قبل أن تخرج أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قبل أن تخرج أمة محمد كان إيش؟ أفضل أمة في ذاك الزمان بنو إسرائيل. فحينئذ لا منافاة أن يقال أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير الأمم وأكمل الأمم وأفضل الأمم، مع أن الله قال عن بني إسرائيل: وفضلكم على العالمين. أصلا لما فضلهم الله على العالمين كان في زمن أمة محمد لم تظهر بعد، ففي ذاك الزمان كانوا ماذا؟ هم أفضل الأمم وفضل الله على العالمين. لكن لما جاءت أمة محمد صلى الله عليه وسلم فاقت أمة بني إسرائيل. نعم. قال رحمه الله: قوله فهم وسط في باب صفات الله، أي أهل سنة وسط، أي عدل خيار معتدلون بين الطرفين المنحرفين. فهم معتدلون في باب توحيد الله، يصفونه سبحانه بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. أعرف الناس بربه صلى الله عليه وسلم من غير تعطيل. لماذا يصفون الله بما وصف به نفسه؟ لأن الله عز وجل أعلم بنفسه من خلقه، وهو الله يقول: أأنتم أعلم أم الله؟ ولأن الله عز وجل أصدق قيل وأصدق حديثا، ولأن كلام الله لا ريب فيه، وأنه هدى وأنه مبين، ما في أي وجه من الوجوه يجعل الإنسان يرد خبرا عن الله عز وجل فيما يتعلق في أسماء الله وصفاته أو في غير ذلك. وأما الرسول صلى الله عليه وسلم فهو صادق مصدق، ما ينطق عن الهوى، حتى قال الله عز وجل عنه: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. والله عز وجل لم يأخذ منه باليمين ولم يقطع منه بالوتين، معناه أنه إيش؟ لم يتقول على الله بعض الأقاويل. حتى لما سئل عن الروح سكت، وقد تعمد نفر من اليهود أن يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح، قالوا: إن أجاب فهو ليس بنبي. شوف، يعني عادة واحد إذا أجبت صحيحا جواب صحيحا يعني أنت مصيب، ولا أنت متفوق، ولا أنت ناجح. هذا لا، إذا ما يعرف الجواب هو نبي. قالوا: جئنا نسألك عن الروح. سكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل قول الله عز وجل: يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من علمي إلا قليلا. يعني لو أن واحد عامل نفسه نبي
يدبر نفسه بجواب، ما يقول ما أعلم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله حقا ما ينطق على الهوى، لا يتقول على الله، فما لا يعلمه يكل علمه إلى الله تبارك وتعالى، حتى أنزل الله عز وجل يسألك عن روحك، قل روح من ربي وما أوتيت من علمي إلا قليلا. نعم. قال فلا ينفى عنه ما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا تشبيه، فلا يقال له سمع كأسماعنا ولا بصر كأبصارنا ونحو ذلك، كما قال سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فقوله ليس كمثله شيء رد على المشبهة، وقوله وهو السميع البصير رد على المعطلة. نعم. هنا يقول الشيخ، طبعا لو كانت هذه الصفات المذكورة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم توجب التمثيل لما قال الله ذلك عن نفسه ولا قال عنه رسوله صلى الله عليه وسلم أبدا، لا يمكن تكون تدل على التمثيل. كيف تدل على التمثيل والله يقولها؟ ثم يقول هالبدع التمثيل كفر، ونحن نقول كذلك، التمثيل تمثيل خالق مخلوق أو تمثيل مخلوق بالخالق ها كفر. فكيف تجعلون ظاهر؟ يقول لو أخذنا على ظاهر كلام الله ظاهر القرآن لو وقعنا في التمثيل والتمثيل كفر. فرد عليهم السنة فقالوا أنتم الآن أقررتم على أنفسكم بأنكم تعتقدوا بأن ظاهر القرآن كفر، أيجعل الله ظاهر كتابه كفرا؟ انتبهتم؟ ظاهر كتاب الله كفر، فنحتاج إلى تأويله حتى نفر من الكفر. كتاب الله هدى ونور ومبين وشفاء، كتاب الله منزل، كتاب الله كلام الله، جعلته ظاهره دالا على الكفر، جعلته ظاهره غير مراد ويحتاج إلى تحريفات من عقولكم، نسأل الله العافية. ثم لما قال نصف الله به من وصف نفسه في كتابه وصف الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته وعرفنا لماذا، نقول أيضا تمام هذا، وننفي عن الله ما نفع عن نفسه. الله عز وجل وصف نفسه بصفات ونفع عن نفسه صفات، مثل ماذا يا يوسف نفى الله عن نفسه؟ نفى عن نفسه المثيل، فننفي عن الله المثيل. نفى عن نفسه الولد، لم يلد ولم يولد. نفى عن نفسه الظلم، ولا يظلم ربك أحدا. نفى عن نفسه العجز، لا يعجزه شيء. نفى عن نفسه السنة والنوم، قال لا تأخذ سنة ولا نوم. فما موقفنا مما نفى الله عن نفسه من الصفات؟ ننفيه عن الله. إذن ما أثبته الله عز وجل أثبتناه، وما نفاه الله عن نفسه نفيناه، وما أثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أثبتناه، وما نفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله ها نفيناه. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا نفى عن الله فقال إن ربكم ليس بأعور، ماذا نقول؟ نقول الله ليس بأعور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن ربكم ليس بأعور، وهكذا. لكن مع ملاحظة ماذا؟ نثبت لله ما أثبت لنفسه وأثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم مع نفي التمثيل، نثبت الصفة ونقول لا تماثل، واضح؟ إثبات مع نفي التمثيل. طيب والنفي؟ نفي مع إثبات كمال ضد الصفة المنفية. نفى عن نفسه الظلم فقال ولا يظلم ربك أحدا، وما ربك بظلام للعبيد، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، نفى الظلم، فنقول الله لا يظلم، حرم على نفسه الظلم. ننفي الظلم عن الله عز وجل ونعتقد معنى فينا للظلم أن الله عز وجل يتصف بكما بضد هذه الصفة المنفية بكمالها، فهو لا يظلم لكمال عدله ورحمته، فذاك لا يظلم. لا ينام ولا ينبغي أن ينام، لا تأخذه سنة ولا نوم، نفي صح لكمال حياته وقيومته. لا يضل ربي ولا ينسى، لا يضل ولا ينسى لكمال علمه. لم يلد ولم يولد، نفي هذا صح، لم يلد ولم يولد لكمال وحدانيته. ما اتخذ صاحبة ولا ولدا لكمال غناه. إذن في الإثبات نثبت وننفي التمثيل، وفي النفي
ننفي ونعتقد كمال ضده. هكذا نكون مستقيمين في عقيدتنا في حق الله عز وجل في أسماء وصفاته. واضح؟ واضح؟ طيب، هنا لما قال جل وعلا ليس كمثله شيء، قال رد على المشبه، وقال وهو السميع البصير رد على المعطل. هذا جزء من آية، لكن مع هذا هي كلمات إلا أن فيها رد على فرقتين عظيمتين في الانحراف ممن ينتسب الإسلام، فرقة الممثلة وفرقة المعطلة. فمن مثل قلنا أنت على باطل، فالله ينفي التمثيل فيقول ليس كمثل شيء. ومن عطل قال الله ما له صفات، قلنا أنت على باطل، فالله يقول وهو السميع البصير. فشطر من هذا، من شطر آية فيه رد على الممثلة ليس كمثل شيء، وشطر من شطر آية وهو السميع البصير رد على المعطلة. شوف كيف في بعد جزء من آية حتى يكمل باب الأسماء والصفات، قوله تعالى ولا يحيطون به علما، فهذا نفي للتكييف، لأن ما نعرفنا كيف الله، لأن لا نحيط به علما. لأنك حتى تعرف كيفية شيء إما أن تراه أو يذكر لك فتسمع كيف هو، أو ترى نظيرا له تقيس عليه. الله جل وعلا لم نره، من منا رأى الله عز وجل؟ الله لا يرى في الدنيا أصلا. لم نسمع كيف الله عز وجل، كيف ذاته، كيف صفاته، كيف يتكلم، كيف يجيء، كيف ينزل، ما عندنا خبر لا عن الله ورسوله. لم نرى نظيرا لله حتى نقيس عليه، لأن الله ما له نظير. إذن الإحاطة بكيفية صفات الله أمر ممتنع، ودليله قوله جل وعلا ولا يحيطون به علما. صار هذا الباب العظيم باب أسماء الصفات نستدل به ركيزتين في قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وفي قوله ولا يحيطون به علما. فليس كمثله شيء رد على الممثلة، وهو السميع البصير رد على المعطلة، والواجب علينا الإثبات من غير التمثيل. وقوله جل وعلا ولا يحيطن بعلما رد على المكيفة، الله له كيفية لكن لا نعلمها. الذي يفترون على الله يقول الله بالكيفية الفلاني، يقول لا كيف عرفت؟ والله يقول ولا يحيطن بعلما. أعيد وأكرر الفائدة العظيمة، أن قول ليس كمثل شيء دليل على إثبات الصفة لا أعلن فيها، على إثبات الصفة لا أعلن فيها. مع أن أهل البدع بهذه الآية يستدلون على ماذا؟ على نفي صفات الله. كلما جاءتهم صفة لا يؤمنون بها قالوا لا، لا يمكن اتصل الله بها. لماذا؟ ليس كمثله شيء. هل ليس كمثله شيء دليل على نفي الصفات ولا على نفي التمثيل؟ على نفي التمثيل. فالآية تدل على أن الله له صفات لكن لا تماثل صفات المخلوقين، وهم جعلوا الآية إيش؟ تدل على أنه لا صفات له. لا لا، ما قال الله ليس له صفات، قال ليس كمثله شيء. والدليل أنه ما أراد نفي الصفات وإنما أراد التمثيل، أنه لما قال ليس كمثله شيء ماذا قال؟ وهو السميع البصير. فلا يمكن أن ليس كمثله شيء يعني ما له صفات ثم مباشرة يقول وهو السميع البصير. فقوله وهو السميع البصير دل على أن ليس كمثل شيء ليس نفيا للصفات، وإنما نفي إيش؟ للتمثيل في الصفات. لو لم يكن له صفات ما قال ليس كمثل شيء. فلا يقال عن عبد العزيز اللي لا زوجة ولا ولد يقول إيش؟ أولاده المدرسة ما لهم مثيل بالمدرسة. شو يقول عبد العزيز؟ خلاص أنا مضيع، أنا ما عندي أولاد أصلا. فإذا قيل عن أبي عبد الوهاب والله أولادك ما في مثلهم بالأدب والأخلاق في المدرسة، وعنده أولاد، فإذا قلنا ما في مثلهم دليلنا عنده أولاد ولا لا؟ عنده أولاد فيقول ما في مثلهم. لكن واحد ما عنده أولاد تقول أولادك ما في مثلهم؟ يقول لا يا أخي أنت مضيع، أصلا ما عندي أولاد، كيف تقول عن أولادي ما في مثلهم وأصلا ما هم موجودين؟ فالله جل وعلا لو كان ما له صفات لما قال ليس كمثلي شيء. مثل اللي ما له ولد ايش يقول؟ والله عيالي والله ما تلقى مثلهم في الحاره في المنطقه، هو ما عنده عيال، ما يصلح الكلام، ما يستقيم. ف
فما نفى الله عز وجل وقال ليس كمثل شيء إلا لأن له صفات، فإذا قال ليس كمثل شيء، فقوله ليس كمثل شيء إثبات للصفات لا لنفيها، وإنما هو لنفي التمثيل. والدليل أن ما ليس له حقيقة ولا وجود لا يقال عنه ليس كمثل شيء، مثل أولاد عبد العزيز. والدليل الثاني أنه لما قال ليس كمثل شيء قال وهو السميع البصير، إذ لا يمكن يقول هو السميع البصير، ومعنى ليس كمثل شيء ما له صفات، ما له صفات لكنه السميع البصير، ما يصلح ما يستقيم أبدا. فدل على أن هؤلاء على باطل مبطلون لما استدلوا بقول ليس كمثل شيء على ماذا؟ على نفي الصفات، بل أن ليس كمثل شيء دليل على إثبات الصفات ونفي للتمثيل. واضح؟ طيب راح نكرر والله بإذن الله لن نمل ولن نكل. لماذا؟ لأن هذا توحيد الله عز وجل حتى يتوفانا الله. ما خلقنا الله إلا لنتعرف عليه، فقال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني إلا ليعرفون. من عرف الله عبد الله ووحد الله، ومن جهل الله أشرك بالله ونفى صفاته وأضاف إليه ووصفه لن يجهل. فمعرفة الله مطلب عظيم، فإذاك إن شاء الله لن نكل ولا نمل. وإذا تكرر شفت أي علم حتى الأمر الدنيوي إذا تكرر تقرر. ولذلك نحتاج إلى التوحيد وأسماء الصفات تكرر تكرر تكرر. هذه عبادة الله خلقنا من أجلها، وثم حينئذ تفهم هذا المعنى وتؤمن به ويزداد إيمانك. واضح؟ إذن ليس كمثل شيء دليل على إثبات الصفات ولا على نفي الصفات؟ دليل على إثبات الصفات. كيف دليل على إثبات الصفات ويقول ليس النفي؟ نعم، نفى التمثيل ما نفى الصفة، فله صفة لكن نفى التمثيل. كذلك قال جل وعلا وهو السميع البصير، دليل على أنه إيش؟ إثبات للصفات لا لنفيها. نعم. قال رحمه الله قوله أهل التعطيل أي الذين نفوا حقائق أسماء الله وصفاته وعطلوه منها من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة وأشباههم. فالجهمية نفوا صفات الله لفظها ومعناها وزعموا أن إثباتها يفضي إلى التشبيه فعطلوها. إذن زعموا أن إثباتها يفضي إلى التشبيه فعطلوا. إذن هم ماذا فعلوا؟ عطلوا أولا، عفوا مثلوا أولا وعطلوا ثانيا، فروا من التمثيل فوقعوا في التعطيل كالمستجير من رمضاء في النار. نعم. قال فروا من شيء. وأيهما شر الأمرين، التعطيل ولا التمثيل؟ أدي كلاهما. ليش قلنا الشر يعني أكثر شرا؟ أكيد كلاهما، لكن أيهما شر من الآخر، التعطيل ولا التمثيل؟ أبا عبد الوهاب تعطيل. يعني لو قال بأن الله له صفات لكن مثل المخلوق، على الأقل أثبت الصفات. أما المعطل عدم لا شيء بالمرة. ومع هذا ماذا نقول؟ أن حتى هذا الممثل اللي هو التمثيل أهوى من التعطيل، هو أيضا معطل، فعطل الله جل وعلا عن صفات الكاملة اللائقة به وحده لا شريك له الذي ما له شريك فيها، فجعلها مثل صفات المخلوقين، وعطل النصوص الدالة على في التمثيل ليس كمثل شيء ولم يكن له كفوا أحد، هل تعالى له سميع فلا تضرب الله فلا تدعو لها أندادا، هذا كله عطلها. فكل معطل ممثل، لأنه مثل أولا وعطل ثانيا، وكل ممثل معطل، لأنه عطل الله عن صفات الكمال وعطل النصوص الدالة على نفي التمثيل. نعم. قال فروا من شيء ووقعوا في أشد منه. فروا من التمثيل فوقعوا شر منه وهو تعطيل. نعم. قال فإنهم لم يعقلوها حتى شبهوا الله سبحانه بخلقه واعتقدوا أن صفات الله كصفات المخلوق فعطلوها فرارا من التشبيه بزعمهم، فوقعوا في أشد من ذلك وهو تشبيهه سبحانه وتعالى بالمعدومات والناقصات. فشبهوا عيد إيش؟ واعتقدوا أن قالوا اعتقدوا أن صفات الله كصفات أن صفاته ولا أن صفاتي صفات جمع صفة صح؟
وصفات جمع مؤنث سالم في النصب ينصب بماذا؟ علامة نصب الكسر يعني عن فتح. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات واعتقدوا أن صفات الله. نعم. ولو اعتقدوا أن صفات الله كصفات المخلوق فعطلوها فرارا من التشبيه بزعمهم فوقعوا في أشد من ذلك وهو تشبيه في أشد ولا في أشدي؟ حرف جر هذا. طيب. فوقعوا في أشد من ذلك وهو تشبيه سبحانه وتعالى بالمعدومات والناقصات فشبهوا أولا وعطلوا ثانيا ثم شبهوا ثالثا فإن من لا صفات له بالكلية لا وجود فشبهوا له. أولا فروا من التشبيه فعطلوا ثانيا فشبهوا ثالثا لأن لما عطلوه جعلوا إيش مثل المعدوم اللي ما له صفات. نعم. قال فشبهوا أولا وعطلوا ثانيا ثم شبهوا ثالثا فإن من لا صفات له بالكلية لا وجود له فإن من ليس له سمع ولا بصر ولا قدرة ولا إرادة ولا هو فوق ولا أسفل ولا يمين ولا شمال إلى آخر ما هو موجود في كتبهم ليس له وجود بالكلية بل هو مقدر في الأذهان لا وجود له في الأعيان تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. قال وكلام العلماء في ذمهم وأنهم يدورون على أن يقول والله هنا لما قلت فإن من لا صفات له صح مو لا صفاتي يمكن الصفات صح وصح يلا نعم استمر قال وكلام العلماء في ذمهم وأنهم يدورون على أن يقولوا ليس ثم إلا العدم المحض كثير وأما المعتزلة فأثبتوا الأسماء ونفوا المعاني المعتزلة أقل تعطيلا من الجهمية لأن الجهمية يقول الله جل وعلا لا أسماء ولا صفات المعتزلة يقول الله له أسماء لكن بلا صفات يقول الله سميع بلا سمع بصير بلا بصر عليم بلا علم لا تقول كيف مبدأ عقيدة باطلة تريد أقنعك بالباطل هو باطل أصلا الجهمية يقول الله لا سميع لا اسمه السميع ولا له سمع الجهمية ليس اسمه البصير وليس بصيرا ولا بصر المعتزلة يقول لا سميع بصير لكنه ايش سميع بلا سمع وبصير بلا بصر وعليم بلا علم نعم كلهم معطلة نعم قال وكلام العلماء في ذمهم وأنهم يدورون على أن يقولوا ليس ثم إلا العدم المحض كثير وأما المعتزلة فأثبتوا الأسماء ونفوا المعاني فيقولون إنه سبحانه سميع بلا سمع بصير بلا بصر عليم بلا علم إلى غير ذلك مما يقولونه وتصور هذا المذهب كاف رده وإبطاله تصور هذا المذهب تصور في مذهب هكذا يقول لو تتصور بس يكفي انك تتصور تعرف ان هذول الناس مبطل يعني لو قيل للانسان انت عاقل بلا عقل لا تغلط شوف ما يرضى صح انت سميع بلا سمع انت دكتور بلا دكتوراه ما في حد يرضى بها انت عقل عندك عقل لكن ما تعقل به يعني يقول أنت لو تتصور هذا الباطل بس يكفي ما في داعي ترد عليهم كيف سميع بلا سمع وعليم بلا علم وبصير بلا بصر كل هذا لماذا قالوا فرارا من التمثيل فوقعوا في التعطيل وقعوا في شر مما فروا منه نعم وأما الأشاعرة قال وأما الأشاعرة فأثبتوا لله بعض الصفات ونفوا البعض فاضطربوا وتناقضوا يقول فأما الأشاعرة أثبتوا لله بعض الصفات يعني الأشاعرة أيضا الأكثر عندهم النفي فلذلك بعضهم جمهورهم يثبت سبع صفات فماذا نقول الأشاعرة يثبتون سبع صفات وينفون بقية الصفات ولا لا نقول الأشاعرة ينفون الصفات إلا سبعا لماذا؟ لأن المستثنى أكثر من المستثنى منه واضح؟ إذا في مثلا عشرة حضر تسعة يقال إلا واحدا ما يقال حضر واحد إلا تسعة لا المستثنى أقل من المستثنى منه
فصفات الله العظيمة الكثيرة عند الأشاعرة كلها منفية عن طريق التحريف اللي يسمونه تأويل. فيصح أن نقول أنهم ينفون صفات الله عز وجل إلا سبعا. واضح؟ طيب. قوله الجهمية نسبة إلى الجهم بن صفوان الترمذي الضال، والنسبة إليه جهمي بفتح ترمذي، يعني في منطقة اسمها ترمذ ومشهور ينسب لها الترمذي اللي هو أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي صاحب الجامع. واضح؟ صاحب كتاب الحديث. فهذا الترمذي أيضا، لكن هذا الجهم ابن صفوان الترمذي الضال. نعم كمل. قال والنسبة إليه جهمي بفتح الجيم، والجهم أخذ بدعته هذه أي بدعة تعطيل الصفات من الجعد بن درهم. إذن الشيخ من؟ الجعد بن درهم شيخ الجهم بن صفوان، لكن انتشر المذهب ونسب إلى من؟ إلى التلميذ اللي هو الجهم بن صفوان، فقيل الجهمية. نعم. قال فهو أول من تكلم في التعطيل في الإسلام، فقتله خالد بن عبد الله القشري بعد أن استشار علماء التابعين فأفتوا بقتله، فخطب في يوم عيد الأضحى فقال. هذا كان أمير، هذا خالد بن عبد الله القشري كان أميرا. ماذا قال يوم الأضحى؟ فخطب في يوم عيد الأضحى فقال: يا أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم ابن درهم، فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، فنزل فذبحه في أصل المنبر. قال ابن القيم رحمه الله: ولأجل ذا ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القربان، إذ قال إبراهيم ليس خليله، كلا ولا موسى الكليم الداني، شكر الضحية كل صاحب سنة، لله درك من أخي قربان. الله أكبر. نعم. قال والجعد بن درهم أول من قال بخلق القرآن، أخذ بدعته عن أبان بن سمعان، وأخذها أبان عن طالوت ابن أخت لبيد بن الأعصم زوج ابنته، وأخذ لبيد عن يهودي باليمن، وأخذ هذه البدعة عن الجعد الجهم بن صفوان الترمذي، وأخذ عن الجهم بشر المريسي، وأخذها عن بشر أحمد بن أبي دؤاد. هذا كلهم ظلمات بعضهم فوق بعض ضلال. نعم. قال وأما الجهم بن صفوان فقتله سلم بن أحوز أمير خراسان سنة 168، ونسبت الطائفة إلى الجهم لأنه الذي ناضل عن هذا المذهب الخبيث وأظهره ودعا إليه، وتقلد هذا المذهب الخبيث بعده المعتزلة. ولكن كان الجهم أدخل في التعطيل منهم لأنه ينكر الأسماء حقيقة، وهم لا ينكرون الأسماء بل الصفات. من هؤلاء الذين لا ينكرون الأسماء بل الصفات؟ المعتزلة. نعم. قال جمع من العلماء في الجهمية إنهم ليسوا من فرق هذه الأمة 72 فرقة، منهم عبد الله بن مبارك ويوسف بن أسباط وغيرهما. نعم. قال ابن القيم رحمه الله في النونية: ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان. كم يصير 50 في 10؟ 500 عام في زمنهم قال الجهمية كفار. نعم. قال ولا لكائي الإمام حكاه عنهم بل حكاه قبله الطبراني. نعم. قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله: المشهور من مذهب الإمام أحمد وعامة أئمة السنة تكفير الجهمية، وهم المعطل لصفات الرحمن، فإن قولهم صريح في مناقضة ما جاءت به الرسل من الكتاب والسنة، وحقيقة قولهم جحود الصانع وجحود ما أخبر به على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بل وجميع الرسل. ولهذا قال عبد الله بن المبارك: إنا لنحكي كلام اليهود والنصارى ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية. الله أكبر. يعني من قبح كلامه في حق الله عز وجل، ممكن واحد يذكر عقائد النصارى ويرد عليهم كذا، لكن يقول إيش؟ أستطيع أذكر كلامه إلى هالدرجة. صحيح. نعم. قال وقال غير واحد من الأئمة إنهم أكفر من اليهود والنصارى. أكفر، نعوذ بالله. نعم. قوله أهل التمثيل المشبهة، أهل التمثيل المشبهة الذين شبهوا الله بخلقه ومثلوه بهم، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. والتشبيه ينقسم إلى قسمين كما تقدم: الأول تشبيه الخالق بالمخلوق كما تقول: لله يد كأيدينا وعين كأعيننا وقدم كأقدامنا. نعم. الثاني تشبيه المخلوق بالخالق كتشبيه الأصنام والأوثان بالله سبحانه وتعالى عن ذلك،
فإنه سبحانه لا شبيه له ولا مثيل له ولا نظير. قال تعالى: هل تعلم له سميا؟ وقال: ولم يكن له كفوا أحد. طيب قال التشبيه تشبيه، تشبيه الخالق بالمخلوق وتشبيه المخلوق بالخالق. والله جل وعلا لا يشبه أحد من خلقه ولا يشبهه أحد من خلقه. لا الله يشبه المخلوقين ولا المخلوقون يشبهون الله. وهناك من يجمع بين الأمرين، بين الأمرين، فيقول بعقيدة فيها تشبيه الخالق المخلوق وفيها تشبيه المخلوق الخالق. كمن يقول اتخذ الله ولدا، هذا ماذا فعل الذي يقول اتخذ الله ولدا؟ هل مثل خالق مخلوق ولا مثل مخلوق والخالق؟ مثل خالق بالمخلوق، إذا أن المخلوق هو الذي يولد له، صح؟ أليس كذلك؟ طيب لما قالوا عيسى ابن الله عبدوه كما يعبد رب العالمين، فماذا فعلوا حينئذ؟ لما جعلوه معبودا مستحق العبادة، ماذا فعلوا؟ مثلوا المخلوق بالخالق. كيف ما أقبح ما فعلوا هؤلاء وما قالوا وما اعتقدوا في قولهم هذا، تمثيل الخالق بالمخلوق وتمثيل المخلوق بالخالق، واضح؟ والله جل وعلا يقول: هل تعلم له سميا؟ هذا جزء من آية من سورة مريم ذكر الله فيها التوحيد بأنواع الثلاثة، آية واحدة. فقال جل وعلا: رب السماوات والأرض وما بينهما. رب، إذن هذه الربوبية، صح؟ قال: فاعبده واصطبر لعبادته. هذا ايش؟ توحيد الألوهية، أو يقال توحيد العبادة أو العبودية. هل تعلم له سميا؟ استفهام للنفي والتحدي. هل يوجد، تعلم، مر عليك، سمعت أن الله له سمي؟ يعني ماذا؟ يعني مثيل. الجواب: لا سمي له. فمن قال لا تقول التوحيد ثلاثة أنواع ابتدعتم في الدين، لا، لم نبتدع. هذه آية فيها التوحيد ثلاثة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه. وهل التوحيد بأنواع ثلاثة من الدين أو ليس من الدين؟ من الدين، في آية واحدة. فقول رب السماوات والأرض وما بينهما ماذا يا إخوان؟ ربوبية. فاعبده واصطبر لعبادته ألوهية. هل تعلم له سميا؟ أسماء وصفات، واضح؟ طيب يقول قال جل وعلا: ولم يكن له كفوا أحد. الكف أيضا المثيل والسمي والنظير. وقوله كفوا نكر في سياق النفي، لم نفي، يعني لم يكن له أي كفء، لا من الملائكة لا من الإنس لا من الجن لا من أي شيء من مخلوقاته. فالله جل وعلا لكماله ما له مثيل ولا كف، لأن كل من سواه مخلوق مربوب له مثيل. أما الله عز وجل لا مثل له ولا كف له، كل مخلوق له مثيل. خفتوا كيفكم؟ هل كل مخلوق له مثيل؟ ما اسمك؟ ها؟ منصر. هل كل مخلوق له مثيل؟ لا. يعني في مخلوقات ما لها مثيل؟ لا. كل مخلوق له مثيل ولا في مخلوقات ما لها مثيل؟ كل مخلوقات لها مثيل؟ حيرتنا يا منصر. طيب خلينا بالأمثلة. العرش هل له مثيل؟ عبد الرحمن الغبيوي، العرش له مثيل؟ ما له مثيل. ننتقل إلى هنا. العبيد، العرش له مثيل؟ ما تعلم. ونواف، ما له مثيل؟ طيب العرش مخلوق وأنا مخلوق، ها، بين 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 تماثل ولا لا؟ بين تماثل. العرش مربوب وأنا مربوب، بين تماثل، لأن ليس المراد أن يماثله بجميع الصفات. ولذلك الذي يقول المخلوق الفلاني يعلم الغيب، ليس على كل شيء قدير، لم يخلق سماوات الأرض، ليس هو الرزاق ذو القوة المتين، فقط
يعلم الغيب، مثل مخلوق بالخالق ولا لا؟ مثل. فالعرش مخلوق وبقية المخلوقات مخلوق أيضا. العرش مربوب والإنسان مربوب. من ذا الذي لا مثيل له؟ الله وحده، الله وحده، ولم يكن له كفوا أحد. الشمس لها مثيل؟ شمس، كوكب، لو حرارة، لا فيه إضاءة، وأمثلته كثيرة. ما في شيء ليس له مثيل إلا من؟ إلا الله وحده. واضح؟ واضح يا إخوان؟ وهذا هو كمال الله عز وجل. أصلا إذا قيل أما كما قلنا كل كل صفة نفي يلزم منها إثبات كمال ضدها، صح؟ ليس كمثل شيء، ولم يكن له كفوا أحد، نفي. ما هو كمالها؟ ما كمال ضدها؟ بما أنه ليس كمثل شيء، إذن هو كامل في جميع صفاته، ليس له مثيل في أي صفة من صفاته. واضح؟ أما المخلوقات الأخرى ليس بالضرورة أن تطابقها المخلوقات الأخرى، لكن إيش؟ فيها تماثل. واضح؟ الله وحده الذي ليس كمثل شيء. ولذلك لو قال قائل العرش ليس كمثل شيء، نقول له صواب ولا خطأ؟ ها مثل نواب، ونواب شي قال عرش ما له مثيل، ايش رايكم؟ استغفر يعني استغفر. اعيد لك السؤال، هل في شيء غير الله ليس كمثل شيء؟ لا، الله وحده. هل في شيء غير الله عز وجل لم يكن له كفوا احد؟ لا. من الذي ليس كمثل شيء وحده؟ الله. من الذي ولم يكن له كفوا احد؟ الله وحده. واما المخلوقات الاخرى فبينها مشتركات، اما الله جل وعلا ليس كمثل شيء وحده لا شريك له. واضح؟ طيب كمل. وقال تعالى فلا تضربوا لله الامثال، وقال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلا تضربوا لله الامثال، لا تضرب، لا تقول الله مثل الشيء الفلاني، الله ما له مثيل. فهنا فلا تضربوا نفي ولا نهي؟ نهي، لا تضربوا. إنشاء قال لا تضربوا، هذا نهي. وخبرا أيضا قال جل وعلا ولله المثل الأعلى، يخبر بأنه بما أنه له المثل الأعلى لا لأحد غيره، إذن ما له مثيل لأنه له. قال جل وعلا ولله المثل الأعلى، وقال وله المثل الأعلى، فقدم الجار المجرور ليفيد الحصر. ما الذي له المثل الأعلى وحده لا شريك له؟ الله عز وجل. وقال جل وعلا ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. نعم. والمشبهة قال فالمعطلة غلوا في النفي حتى شبهوه بالمعدومات والناقصات، والمشبهة غلوا في الإثبات حتى شبهوه بالمخلوقات، وأهل السنة والجماعة أثبتوا لله الأسماء والصفات ونفوا عنه مشابهة المخلوقات. نكتب على القدر والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.